السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. معكم محمود أحمد من قناة تيك أونلاين. اليوم جبت لكم أخبار حلوة عن لعبة بيس 2019. طبعا زي ما انتم عارفين اللعبة في الفترة الأخيرة خسرت دوري أبطال أوروبا، فممكن يعني اللعبة كده راح تفشل. أعتقد السؤال ده صعب إن أرد عليه في الوقت ده، وطبعا كده هيعطي اللعبة دفعة قوية جدا، أو هيعطي الشركة دفعة قوية جدا إنها تعمل شيء أحسن وأفضل وتضيف للعبة إضافات أكثر زي المود، وتخلي اللعبة تبرز اكتر قدام الناس وقدام الجميع. حتى اللي بتقول الناس انهم شالوا دوري ابطال اوروبا من اللعبه، واللعبه دلوقتي ما بتسواش اي شيء بدون دوري الابطال. فطبعا اليوم جبت لكم اهم 10 اضافات جديده راح تكون موجوده في لعبه بيس 2019. اول حاجه عندي دخول المباراه، لما تيجي تبدل لاعب وصاحبك يقول لك اضغط على ستار عشان مثلا اعمل تبديل في اللعبه. طبعا متيح دلوقتي ليك بيس 2019 انك تعمل تبديل من غير ما تضغط على ستار، بضغطة واحدة تقدر تعمل التبديل. تاني اضافة هي الطقس التلجي. طبعا في بيس 2013 ما كانش فيه تأثير يعني الكافي على الشوط او على حارس المرمى او ان التلج ينزل من السماء على اللاعبين بطريقة اكتر. فطبعا يعني في بيس 2013 مش عارف ايه يعني منحهم من انهم يزودوا الطقس التلجي في اللعبة. اما بالنسبة في بيس 2019 طبعا تقدر تختار تلج للملعب، وطبعا في بيس 2018 المود ده او الطقس التلجي اتشال من اللعبه. الله اعلم، على ما اعتقد ان الهدف من انهم شالوه من بيس 2018 انهم هيطوروه في بيس 2019. طبعا في بيس 2019 ان المود التلجي بقي بيأثر على حركات اللاعبين في الشوتينج وعلى حارس المرمى وعلى الحركات اللي بيأديها اللاعبين في الملعب، وكمان بالاضافه ان التلج اللي بينزل او بيسقط على الملعب او اللاعبين بقي بصوره مكثفه وبصوره اكبر. المود ده او التاثير ده في اللعبه وهيخليك تستمتع باللعبه اكتر من الاول. وضافوا شيء تاني، لما تيجي تسجل هدف تقدر تحتفل مع الجمهور، يعني تقدر بعد ما تسجل الهدف تقدر تروح للجمهور وتحتفل معهم. بس على ما اعتقد ان على الحركه دي ممكن تاخد كارت اصفر. في الحقيقه طبعا مفيش حاجه اتحددت لحد الان. وطبعا من اجمل الاضافات اللي كونامي ابدعت وعملت انجاز رهيب جدا وانجاز خرافي جدا في اللعبه هو اضافه اللايتنج سيستم. طبعا اللايتنج سيستم ده تقدر من خلاله انك تختار وقت معين للمباراه. مثلا طبعا لو انت هتلعب الساعه 6 والمباراه هتنتهي الساعه 8، طبعا الشمس والتاثير بتاع الشمس هيشرق من ناحيه وطبعا هينتهي او هيغرب في ناحيه ثانيه. فطبعا يعني الظلال هتيجي بتدريج وانت وبتلعب وتشوف كده الظلال وهي وبتتدرج من الشمس وسطوع للغروب. فطبعا انت هتقدر تشوف الغروب في اللعبة. يعني بصراحة يعني اللعبة بقيت يعني بتميل للأكثر واقعية للعب من الأول. وطبعا اللايتنج سيستم ده يعني خلى اللعبة أكثر واقعية وإنها بتتميز بالجرافيك. طبعا ده هيخلي ويحسن في جرافيك اللعبة بشكل غير طبيعي. بالنسبة للكواليتي بتاعت اللعبة، طبعا في بيس 2018 كان فيها خاصية ال 4K. طبعا اما بالنسبة للعبة بيس 2019 ضافوا ليها ال 4K بالاضافة الى ال HDR. ال HDR بتعطيك ابعاد بالاضاءة وطبعا بتخلي اللعبة اكثر واقعية وافضل بكتير جدا من بيس 2018. بيس 2019 في السنة دي مهتمين جدا بالجمهور، اشكال الجمهور طبعا تم تصميمها بطريقة افضل، وطبعا عن الاشكال اللي احنا كنا بنشوفها او التصميمات اللي احنا كنا بنشوفها في الاصدارات السابقة من لعبة بيس 2018 وغيرها من الاصدارات. فطبعا يعني تعودنا على نظام واحد، يعني بياخدوا على طول الاشكال الخاصة بالجمهور كوبي وبيست، لكن في بيس 2019 طبعا شكلوا ونوعوا وخلوا دقة الوجوه والملابس بتاعت الجمهور دي افضل بكتير جدا من الاول. وطبعا زي ما شايفين طبعا في الشكل يعني اتغير جدا عن الاشكال السابقة لله. ومن ضمن الاضافات اللي ضافوها في بيس 2019 واللي راح تسمعها وتشاهدها بشكل كبير جدا، وهو التشجيع مع الجمهور. فطبعا الخاصية دي او الاضافة دي طبعا عطت اللعبة يعني شكل خرافي جدا، انك انت وبتلعب تقدر تسمع التشجيع المميز للفريق بتاعك من خلال الجماهير. فطبعا يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. ابدعت كونامي واضافت اضافة رائعة جدا وهي الشوتينج ميكانيكس
سيستم. يعني ايه شوتينج ميكانيك سيستم؟ يعني كل لاعب مشهور ليه حركات مميزه في الشوت، في الوقوع على الارض، في احتفاله بتسجيل الاهداف، في احتفاله مع الجمهور. طبعا ليه حركات كل لاعب بتميزه عن غيره. طبعا الحركات دي كلها جمعوها واضافوها في اللعبه وبقيت اللعبه اكثر واقعيه. يعني الحركات الحقيقيه بالظبط ضافوها في اللعبه. ومن ضمن الاضافات اللي اخذت وقت كبير جدا من شركه كونامي وهم بيضيفوها في اللعبه، وعلى حسب تغريداتهم على تويتر بيقولوا ان احنا استمرينا 6 شهور واحنا بنضيف اضافات التحركات في الملعب. يعني حركه الكوره في الملعب، حركه الكوره لما تعمل باص لزميلك، وحركه الكوره وانت وبتعمل مراوغه، حركه الكوره اثناء دحرجتها على الارض. فطبعا يعني خلوها اكثر واقعيه من الاصدارات السابقه، وطبعا يعني استمروا 6 شهور في الاضافات دي. فطبعا يعني اخذ وقت كبير جدا بصراحه في الاضافات دي على حسب يعني ما قالوا الكلام ده على تويتر. فطبعا يعني مجهود يعني رائع جدا من شركه كونامي. وفي النهايه طبعا ضافوا حركات احترافيه كتير زي المراوغه، وطبعا اشكال وانواع كتيره جدا من المراوغه اللي بتخلي اللعبه اكثر واقعيه. وطبعا المعلومات دي كلها مش من عندي، ولكن طبعا تم معرفه المعلومات دي كلها من النسخه التجريبيه اللي نزلت لمده 3 ايام. وطبعا انا حبيت اني استفيد بالمعلومات دي وافيدكم، وطبعا اتمنى ان الفيديو نال اعجابكم. في النهايه ما تبخلش علينا باشتراك في القناه، لايك للفيديو، وانتظر مننا الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.